应该正路的看好日本队能够哪些能带领啊？2005的时候大家追求大学是属于从屏幕要换成短屏吧啊，那么宝宝就这样至少要赢两个球，وانتصار وحيد لليابان في لقاء ودي 2011 دورة غير معترف فيها من جانب الفيفا. كوبو يلعب في اسبانيا مع ريال مدريد الشتاء. تومياسو التغطية هذه احتمالات ترشح المنتخب الفرنسي ومرافقة اليابان للدورة القادمة. اليابان في الوشوع مع انطلاقة كوبو 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 السا بشكل مقوس الابعاد من الحارس اليابان 1-0 من الارجنتين خص ممكن ثاني عن طريق كوبو كوبو يلعب كرة عرض ليودع المنتخب الفرنسي السباق هذه كرة خطيرة تصدي من جانب الحارس المتابعة موجودة الثاني الهدف الثاني عن طريق هيروكو ساكاي ساكاي تابع يضع كرة في الشبكة المنتخب الياباني يعاقب الفرنسيين بكرة ثانية على بيكا ومنتخب الساموراي لا يرحم هذا الياباني يعرف فرنسا فريق الياباني اليابان في الهجوم تعود لمنتخب فرنسا هذا 18 في الدوري 16 خسر من الباراغواي بركلات الذهب يحب الرسيل الفريق الفرنسي كلها بشكل ممتاز والتصدي من جانب زكاي فلوريان توفان فلوريان توفان والتغطية موجودة 18 مواني يحاول مرور هي روكي ساكاي وحكم المباراة يحتسب خطأ لصالح المنتخب اليابني هدف روجيل لير هدف الاخطبوط هاتاتي لأويدا صيا جرعة من 17 اللاعب الطولي كاسي بينما حكم المباراة يحتسب خطأ لصالح الفريق الفرنسي نقلات يابانية سريعة كورة الثالث لي كورة موني يلعب كورة عرضية كورة موني في بلد بيمبيلي يرفع الكورة ولكن الطرق دوفان دوفان سدد كورة تضرب حيث السطر المنتخب الفرنسي ومهم المنتخب الياباني تمكن من إحراز
شنياك يلعب كرة ميوشي استثناء كرة اللعب شنياك هذه محاولة من أليكسيس يلعب كرة عرضية بيكا بيكا سالة اللعب الأسيوية توكو 58 هيروشيما 4 هذا اليابانيين الكمبيوتر اليماني بدأ في العمل في شوطين يلعب كرة داخل منطقة الجزاء الفرنسيين لصالح فريق الياباني اليابان في الهجوم التسديد قريبة الكرة جدا من مرمى الحارس برناردوني تأتي أمام 13 لاعب كاواساكي هاشيوكا هاشيوكا يرفع كرة ممتازة ولكن هدف يضيع بصورة غريبة يضيع تأتي في وضعية ممتازة هدف ثاني مرة أخرى لمنتخب فرنسا مع تحرك سريع نكتا مرتين أفضل اللاعب في آسيا هذه كرة خطيرة الفريق معاه هاتاتي كرة للصالح منتخب فرنسا محاولة خطيرة ولكن الأبعاد والأمداد كرة كان ينتظرها جانياك ولكن قام بالضغط جانياك أندري بيير جانياك جانياك السنتيمتر يونغ بينما كرة خطيرة تلعب من موالي يسدد بيرين هذه محاولة يابانية عرضية خطيرة بعيد الكرة كولو موني بيير شنياك يسدد والتصدي موجود كرة خطيرة أبعدها الثاني الحارس الياباني الوقوع في خسارة كبيرة ثقيلة كرة يابانية محاولة خطيرة فريق الياباني اليابان في الهجوم نقلات يابانية والتسديد بالقوة الثالث الهدف الثالث للمنتخب الياباني تأتي الضربة الثالثة عن طريق ميوشي ميوشي والفريق الياباني قاسي على الفرنسيين الهدف الثالث للمنتخب هذا إيتاكورا من سيتي عارا في الريد كارد الطرد واضح لا نقاش في ذلك يطرد المنتخب الفرنسي كمل بعد كرة مع هذا الوراء هاشيوكا كرة للصالح الفريق الياباني أمام الدنمارك 6-1 هذه محاولة المرور مجال اللعب أوي مايدا سوما ينطلق يلعب كرة عرضية خطير الرابع قريب هل يسجل الرابع الفريق الياباني الرابع ورا الرابع عن طريق مايدا مايدا يخليها 4-0 للفريق الياباني المنتخب الياباني في اخر كوره في اخر لمسه يسجل هدف رابع ويعمق من جراح الفرنسيين